مساء الخير على حضراتكم جميعا، وبجد انا حبيت نعمل الفيديو ده تحديدا عشان اشكركم كلكم. انا يمكن من ساعه ما فتحت عليها الصبح، ما بين اتصالات وما بين رسائل وما بين دعوات للاحتفال باليوم الحلو ده، انا مش عارفه اقول لكم انا قد ايه سعيده وقد ايه. طبعا اليوم ده بالنسبه لي بيبقى مصدر فرحه، لانه دايما الحمد لله بيبقى فيه احداث كويسه. يكفي ان انا بحسب نفسي من المحظوظين بما حبيتكم ليا وباحترامكم وباخلاقكم طبعا اللي انا ما اقدرش انكرها، سواء الناس اللي بعتت رسائل سواء الناس اللي اتصلت، لان انا يعني اتفاجئت ان في ناس كتير حتى بتتصل بيا وانا والله ما اعرفهم شخصيا ولا اعرف كمان جابوا ارقامي منين. فاللي انا عايزه اقوله ان طبعا انا دايما الحمد لله بلاقي حياتي ودنيتي وسعادتي وسط الاجواء ديت، وبتمنى من ربنا اذا اكرمني بمحبه الناس واحترامهم ليا، فاتمنى ان انا اكون دايما قد الثقه اللي ادوها لي، واتمنى كمان ان ربنا يوفقني ان اكون عند حسن ظنكم دايما. وباذن الله في افكار كتير وجميله هتعجبكم، اتمنى ان انتوا كمان تشاركوني فيها وما اكونش لوحدي. واذا كانت السعاده هتكتمل بوجودكم دايما معايا، ودايما بتحمسكم ليا وبتشجيعكم ليا بكافه الاشكال، والدعم اللي دايما بيقدم من حضراتكم، لان اكيد سواء دعم نفسي او معنوي هو شريك اساسي في اي نجاح الحمد لله انتم بتحسوه او بتلاقوه. ودايما انا بشكركم، بقول يا رب دايما المحبه دي ما تتقطعش او تتغير لاي سبب من الاسباب، لان في النهايه هي دي رصيد الحقيقي في الدنيا. وتاني بكرر شكري ليكم، ويوم وإذا كان يوم سعيد فيوم سعيد بوجودكم معانا وحوالينا. وشكرا مرة تانية، وإن شاء الله هنلاقيكم في الفيديوهات اللي جاية في حاجات كتير بإذن الله يا رب تعجبكم. شكرا.